انا عبد الله الناغي، محمود كابتن حافظ، زيزو، كابتن اكرامي. اكرامي لا كان في مجموعه بس الذاكره. طب قول لنا المواقف الحلوه بقى في السنه الرياضيه، يعني كلكم كنتوا نجوم لكن كان دمكم خفيف. اولا اولا المدرسه دي ليها فضل علينا كبير قوي بعد ربنا. احنا لولا المدرسه دي متهيألي ما كناش هنكمل دراسه او هنتعلم. ان انت عارف لعيب الكوره دوت الاول. انا ما نجحت في الاعداديه، رحنا في رجع فقال لي روح المدرسه اسمها المنهج القوميه الخاصه الاول، يعني سنه اولى. المهم ايه، طبعا كان مشاكل وما كناش بنحضر ونهرب ونطلع من على السور عشان وقت التمرين. حتى كان معانا مدرس العاب كان بيهربنا وياخدنا في التاكسي بتاعه يودينا النادي عشان هو مدرس في المدرسه. يعني المهم سقطنا طبعا في السنه دي، او بمعنى صح عشان ابقى كنت صريح، ما دخلناش الامتحان لان مش فاضيين. لا لان حصل مشاكل وكده واولياء الامور وكده، ويعني شقاوه بقى بتاع. المهم يعني المهم ظهرت لنا مدرسه الثانويه الرياضيه دي من عند ربنا. خدنا بعدين ورحنا بيا. المدرسه بتاخد اللي هم المتفوقين رياضيا، يعني مثلا في الكوره، في السله، في اليد، السباحه. دي كانت فكره مدرسه الموهوبين بعد كده يعني. مدرسه كان اسمها الثانويه الرياضيه وقتها. الثانويه الرياضيه في جميع الالعاب، متفوقين في جميع الالعاب رياضيا. الدراسه عادي، ثانوي عادي. يعني ثانويه عامه عادي. الموقف الحلوه بقى ما تجيلي يعني ما كنتوش بتفوتوا اي حاجه طبعا. اولا طبعا الاكل بنظام والدراسه بنظام فمن ضمن النوادر بتاعتنا واتعاملت معايا انا الحاجات دي للاسف. يعني انا من النوع اللي كنت اخلص اليوم كان صعب قوي يا كابتن. يعني تقوم الصبح بقى الساعه ايه 6 الصبح، تقوم تاخد شوب حليب كده وسندوتش، وبعدين يقول لك ايه هنعمل البدني. الضحيه تجري حوالين الاستاد، ترجع تفطر.